مرحبا ويسعد أوقاتكم جميعاً بكل خير. اليوم حنعمل مع بعض كب كيك البردقان. صراحة هاي الوصفة أخذتها من صديقة معنا بالقناة، بس هي عملته بشكل كيكة، يعني أنا رح أعمله لا بالكب كيك القطعة الصغيرة. وبنحتاج لوصفتنا كاستين طحين وكاسة سكر يكون حبيباته وسط، كاسة بردقان وثلاث ارباع كاسة زيت نباتي، ثلاث بيضات يكونوا بحجم كبير، ومعلقة كبيرة برش بردقان صراحة طالعة ريحتها غير شكل، ومعلقة صغيرة فانيليا ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. الفانيليا اذا عندك مش سائلة كمان بيكون احسن. رح نبدأ على طول واخفق البيض. وهيك بعد خفق تقريبا 3-4 دقايق بدي احط السكر وارجع اخفق لحتى يدوب السكر. هلا حنحط المواد السائلة، الزيت وكاسة البردقان. وبدي ارجع اخفق. خفقت شوي وهلأ بدي احط معلقة البردقان. خليني اخفقهم لا يختلطوا شوي. يعني عمليا المواد السائلة كلها مع بعضها كانت. هلأ بدنا نبدأ ننخل الطحين. هأبدأ بأول كاسة لحالها وبدي أحط معون بيكربونات الصوديوم والفانيليا. على فكرة الفانيليا فينا نبدأ نحطه أول شي مع البيض كمان كان بيصير، يعني بندخلهم وبنخفقهم مع بعض. هنرجع ننخل كاسة تانية اللي بقيت معنا وبدنا نخفق. وهيك خفقنا لحد ما تأكدنا انه المكونات كلها امتزجت مع بعضها. هلا بدك بتحطي بقالب كيك عادي وبدك مثل ما انا راح اعمل، حابه انا احطهم هيك ليكونوا قطع صغيره. راح فضيهم
وهلا بدنا نحطهم بفرننا اللي هو جاهز من اول ما بدينا، المفروض انه نحن نكون شغلناه عشان لما نخلص يكون على طول على الفرن، حوالي 30 ل 35 دقيقه وبدرجه 180. كيكاتنا صاروا جاهزين، راح نقلهم لصحنهم وزينهم بقطع البردان، وهيك صار كله جاهز تمام. كيكات البردان، ومثل ما قلت لكم فيكم تحطوهم انتو بقالب كاتو، انا حبيتهم يكونوا كاب كيك. هاي هي من تحت، ريحتهم غير شكل صراحة، وهن وبالفرن لسه ريحة البردقان على أحلى وأحلى. إن شاء الله ألف صحة وألف هنا. خليني ما أنسى أني أشكر صديقة القناة اللي بعتت لنا هالوصفة، شكرا كثير إليك، شوفكم على خير وبأمان الله.